شكرا للزميل طارق الحماد، شكرا لكباتنا في الاستوديو التحليلي وللزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا مع هذا الموعد العالمي الكبير في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني هنا في جدة في المملكة العربية السعودية، 12 من يناير 2020 هنا جدة، عروس البحر الأحمر التي ستكون محط أنظار العالم. وما تتعلق في مباراة الليلة، قبلها نذكر لحضراتكم تشكيلة ريال مدريد: البرنجي، بكورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مندي، كاسيميرو، فاليفيردي، إيسكو، مودريتش، توني كروس، يوبيتش في قلب الهجوم، لوكا في قائمة زين الدين زيدان هذا المساء التي يغيب عنها الفيديو الفار. ذكرنا تشكيلة ريال مدريد، ماذا عن روخي بلانكوس؟ الأتلتي هذا المساء: بيو بلاك، دريبير، فيليبي، خيمينيز، معلودي في الدفاع، كوريا، توماس، هيريرا، ساول في وسط الملعب، بينما موراتا، جواو فيليكس في قلب هجومي أتلتيكو في مباراة الليلة. تغنيك عن كل المقدمات، عن الكثير من أهلا وسهلا بكم معنا، ريال مدريد أتلتيكو مدريد. 13 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول، بالخطأ وفليكس سجل اسمه بيحرف بالذهب وفرصة ومرور، لكن في الأخير الكرة ضاعت. لودي، محاولة داخل منطقة كوريا، لكن فاران يتدخل، فاران أمام أرخل، توماس يبحث عن التمرير، حلوة باتجاه مراتا قوية، تصل الكرة، هذا جواو فيليكس، تمريرة ساول يحاول لكنها طالت، بينما كوريا تمريرة لموراتا، العودة بعد ذلك لكوريا، عدى داخل المنطقة، ولكن راموس، من غيره راموس، خلص الدفاع المدريدي. كل هذه التمريرات المدريدية، تصل الكرة لكارفاخال، حلوة إلى مودريتش، وعرضية لكن الدفاع خلصها. حلوة اللقطة الماضية لكن الدفاع يتدخل، لقد عاد لنا من جديد كارفاخال، بيقل بعد ذلك لفاليفيردي، فاليفيردي مر، فاليفيردي العرضية لكنها بعيدة بلمسة من جانب مندي الوانتو، حلوة بايويتش، مندي مر، مندي عدى بكرة، لكن توماس خلصها في اللحظة الأخيرة، يتبتب ويبقي مارسيلو على الدكة، اسكو بكرة عرضية خطيرة يبعدها الدفاع، أحد مندي مر، مندي داخل منطقة الجزاء بكرة، لكن عندهم لا، أتلتيكو يبحث عن الفرصة، هذه كرة لكوريا، مر، وكوريا تمريرة وفرصة لجواو، لكن الدفاع تدخل، وساول، لكن الكرة لكورتوا، كروس على تنفيذ محاولة مدريدية، عرضية، فرصة بالراس لكنها عالية، كاسيميرو يلعب الكرة ليوميتش، مرتدة سريعة لمصعد ريال مدريد، يوميتش بكرة لكنها ضاعت، خلص الكرة في آخر لحظة، يتصل لتوني، ركنية عرضية يبعدها بلاك على مرتين، يحاول بناء الهجمة، مودريتش يلعب تمريرة حلوة باتجاه يوميتش يحاول داخل المنطقة، والكرة يا إلهي، لكن لم تكتمل اللوحة الفنية الرائعة يا مدريد، الضربة يا يوفيتش، لكن بمحاناة القائم، كم كانت قريبة، كم كانت خطيرة، يوفيتش بروعة كان في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت بيس، مندي بتمريرة للوراء، من هنا مودريتش مر، مودريتش تسديدة ولكنها عدت من الخارج، الكرة لرودريجو، أول لمسة يحاول اختراق الدفاع أمام أكثر من لاعب، وكرة في الأخير سهلة لحارس المرمى، كارفاخال، رودريجو محاولة على اليمين، تمريرة ليوميتش، عرضية خطيرة بالراس، يا الله، يا مالي، ماذا أضعت يا فاليفيردي، على أعتاب المرمى أنت وضميرك بالراس، لم تكن بالراس، كانت صعبة مستوى كبير حتى اللحظات الأخيرة، فيتولو للودي وكرة، يا الله، تمرير ضغط عليه من جانب داني كارفاخال في اليمين في اللمسة في التمريرة بعيدة على كوريا، ثلاث سنوات، كرة تصل مرة أخرى، محاولة للجهة اليمنى، تصل لمصعدي موراتا داخل منطقة الجزاء، وموراتا بكرة، يا الله، مندي، من هو بلاك؟ من هو الروخي بلانكوس؟ من هو أتلتيكو؟ من هو فيتولو؟ التمريرة لكن الدفاع يتدخل قبل
الكره ديمار فاليفيردي مارب فاليفيردي مارب فاليفيردي مارب فاليفيردي مارب فاليفيردي مارب فاليفيردي غير اتجاه اللعب طويله لرودري لا جهدا طيبا في مباراه اليوم خذها ساول هذه بين قدميك رودريجو محاوله رودريجو الوانتو مع كارفاخال فضل التمرير على اليمين فاليفيردي لمن لوكا عرضيات لوكا وبلاك فوق الجميع سابي تمريرا لمصلحتي فاليفيردي خطيره يبعد الدفاع فيليبي لا زالت داخل المنطقه لكنها بعد ذلك على مستوى الالقاب المحليه الاوروبيه والعالميه عرضيه تحضير بالراس هذه خطيره خلصها بلاك الانفاس ولا زال فيها فرص ولا زالت عرضيه بالراس أوه. مودريتش مره اخرى كره تصل الى داني كارفاخال محاوله امام توماس مره من توماس كره عرضيه خطيره تصل لرودريجو قويه في مكان على عشب الجوهر المشعه توماس يلعبها الله يا الهي من الشوط الثاني من المباراه مندي وتوني وتوني ومندي مندي وتمويه مندي وتسديد كره لكنها مرت تمريره حلوه باتجاه فيتولو خطيره مع موراتا الى فيتولو هذه خطيره فيتولو مر فيتولو خلص كورتوا انه لم ينجح في استغلال فرصه يا كوريا هذه عرضيه بالراس لكن عاليه يا الله تمريره بينيه حلوه باتجاه مودريتش مر مودريتش مر والدفاع يتدخل يا لوكا يا لوكا من جانب لاعبي ريال مدريد على استغلال ولو نصف فرصه الكره تسديده لكنها بعيده مودريتش يحافظ على كورته مودريتش يلعبها عرضيه مودريتش بالراس لكنها مرت بعيده هذه اللحظه اخر دقيقه عرضيه خطيره بالراس لكنها مرت من الجميع ارتقى راموس وارتقى كاسيميرو لدن يفاجئ الاجواء والجماهير بهذه اللقطه العرضيه خطيره تمر خطيره وكره يبعدها كورتوا يتلاعب فهو على ما يرام بينيه مودريتشيه حلوه داخل منطقه الجزاء ماريانو تمويه ماريانو تمرير وكره وتسديده وكره وتسديده يا الله اكيد المعاناه في الكرات الثابته عند ريال مدريد عرضيه خطيره بالراس وكره لكن ضاعت صارت خطيره على مرتين الضربه يا اتلتيكو الغدر يا اتلتيكو الغداره يا اتلتيكو الغداره يا موراتا يا موراتا صافره خطا صدمت كره كايرون تريبير صعد كوريا مر كوريا مر عرضيه وكره يا الله توماس على اليمين توماس الخطير كوريا تمويه كوريا مرور كوريا تسديد يا الله ومرة أخرى وعرضية أخرى لولا كورتوا علي من الفريقين هذه عرضية خطيرة ولكنها مرت ولا